هذه هي الطائرة الأكبر في العالم. إن طائرة أنتونوف AN-225 فريدة من نوعها، حققت أكثر من 200 رقم قياسي عالمي، ولها معجبون كثر في العالم. مع وزن يبلغ حده الأقصى 705 أطنان عند الإقلاع، فإن هذه الطائرة الثقيلة جداً تبدو وكأنها تتحدى العلم. إن طائرة أنتونوف AN-225 العملاقة هي طائرة شحن لا مثيل لها، ومهمتها نقل أثقل الحمولات في الجو. إن استئجار طائرة أنتونوف AN-225 يكلف نحو 30,000 دولاراً في الساعة، وبهذا المبلغ تحصل على أكبر طائرة في العالم. وإذا ركنت هذه الطائرة في ملعب كرة قدم، فإن جناحيها البالغ طولهما 89 متراً تقريباً سيبلغان خطوط التماس، وجسمها البالغ طوله 84 متراً سيمتد من منطقة جزاء إلى الأخرى. تتميز مقدمة الطائرة أنها قابلة للفتح. إن الوزن الأقصى لطائرة أنتونوف عند الإقلاع يصل إلى 705 أطنان مع وجود الحمولة والوقود على متنها، لكن الهبوط على أي مدرج يكون محفوفاً بالمخاطر بالنسبة لهذا الوحش الجوي العملاق. إن التحكم الجيد في سرعة الهبوط أمر هام للغاية، فإذا لم يتم الأمر بشكل مثالي قد تلغى عملية الهبوط وتعاد المحاولة ثانية. وهذا ما يعرف بالطواف، وقد يضيف آلاف الدولارات إلى الفاتورة. يمثل وزنها الهائل كابوساً هندسياً، خاصة في لحظة الهبوط. يضع الهبوط أيضاً ضغطاً كبيراً على الإطارات، وهي تتعرض لقدر هائل من الاحتكاك، وترتفع حرارتها إلى 120 درجة. فما الذي يمنعها من الانفجار؟ لم تكن طائرة أنتونوف في الأساس طائرة تجارية، فقد تم تصميمها في الثمانينيات في ذروة الحرب الباردة. كان جيش الاتحاد السوفيتي قد بدأ برنامجاً سرياً لتطوير مكوك فضائي لمنافسة أمريكا، وكان يحتاج إلى طائرة ضخمة لنقله. مهما خبأ لنا المستقبل، فإن طائرة أنتونوف 225 ستبقى طائرة فريدة من نوعها، ارتفعت في الهواء من وراء الستار الحديدي وصدمت العالم بحجمها الضخم وقدراتها التي لا تضاهى. طائرة أنتونوف 225 محبوبة في كل أرجاء العالم، لأنها لا يمكن أن تهزم حين يتعلق الأمر بالحجم الهائل.